طيب خلونا نشوف صحف بكرة اتكلمت ازاي على هذا الموضوع وعلى موضوعات اخرى كثيرة. هنبدأ بجريدة الاخبار. الصفحات الاولى لجريدة الاخبار بتقول تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذه المنشطات ربما تكون متشابهة مع كثير من الصحف ولكن بطريقة اخرى. السيسي: مصر لا تنسى شهداءها. الرئيس يشهد تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، ودي صور لبعض الاوائل الخريجين. الرئيس وعد اميرة ابنة الشهيد بحضور زفافها. وزير الداخلية: لا تهاون مع من يهدد أمن المصريين. لا النهاردة الحقيقة يعني أكيد اللي شفناه ده يدل على فعلا أن أبطالنا موجودين وعينهم صحية أكيد. طيب خلونا نروح لجريدة أخرى، هنروح للأهرام. الأهرام المنشط الرئيسي لها: مصر لا تنسى تضحيات أبنائها. الرئيس يشهد تخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة ويعد ابنة الشهيد عياد بحضور حفل زفافها. اليوم اعلان نتيجه المرحله الاولى للتنسيق وموضوعات اخرى كثيره، على راسها طبعا وزير الصحه تؤكد جراحات قوائم الانتظار خلال 48 ساعه من التسجيل. موضوعات اخرى كثيره تقروها بكره على جريده الاهرام. خلونا نروح لليوم السابع. المنشط الرئيسي لليوم السابع تحدث ايضا على نفس الموضوع، والرئيس السيسي بيشهد تخريج جيل جديد من الشرطه المصريه. سلام سلاح لارواح الشهداء. والرئيس يطلب توجيه التحيه للشهداء والمصابين، ويؤكد لابنه الشهيد محمد مصطفى عياد: اذا كان يكفيك نحضر فرحك هنحضر. وزير الداخليه الحقيقه النهارده بيؤكد: لا تهاون مع من يهدد امن المصريين. والشرطه انجزت خطوات مهمه في مواجهه صور النشاط الاجرامي والارهابي. موضوع اخر تصدر الصفحه الاولى لجريده اليوم السابع تحت عنوان نتيجه تنسيق المرحله الاولى النهارده، والمؤشرات 97.7% حد ادنى للطب، و97.6% للاسنان، وللصيدله 96.3%، وانطلاق اعمال المرحله الثانيه للتنسيق منتصف الاسبوع الجاري. موضوعات اخرى كثيره تقروها بكره على اليوم السابع. الشروق بكره زي ما حضراتكم شايفين. برضو الرئيس يتحدث في هذه الصورة إلى أميرة وعيدها طبعا بحضور حفل زفافها. والرئيس يشهد الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة ويؤكد: لم ولنسى شهداء الوطن. مصر ترفض يهودية إسرائيل وتؤكد أنه يقود فرص السلام. الآثار السخرية من تابوت الإسكندرية انعدام وطنية. الحقيقة الموضوع ده غريب ومريب وعجيب. النهاردة في دردشة كده مع وزير الآثار أكد لنا أن ما قيل عن هذا التابوت كله أكذوبة الحقيقة، يعني ما قيل عن هذا التابوت وما اللي موجود فيه يعني لا يقال على الهواء حقيقة فعلا، يعني إنما هو كله أكذوبة. وعلشان كده هو الوزير لم يظهر يتحدث عنه ولم يعني ما سلطش عليه الإعلام، وقال إن هو يا جماعة الدولة لا تتدخل في هذه الأشياء التي يعني مش هتقدم جديد ولا قديم، لأن فعلا بالظبط اللي هو قاله لنا النهاردة الحقيقة ما أقدرش أقوله على الهواء، بس هو فعلا كان مضحك جدا إنما الموضوع يثير السخرية فعلا.